حقيقة ملف مرتبط أيضا بانقلاب الجابون. أعلنت الجزائر مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجيريا وفي النيجر عفوا، وتجنب الحل العسكري، تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون 6 أشهر بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل. وتبدو المبادرة الجزائرية أو تنص على تنحي الرئيس محمد بازوم عن السلطة في مقابل تنحي العسكر، ورفضت الجزائر منذ بداية الأزمة في النيجر التدخل العسكري الذي تطالب به بعض دول مجموعة إيكواز إضافة إلى فرنسا، وحذرت من تداعيات ذلك على الإقليم والعالم. مشاهدينا، أجدد الترحيب بضيفي السيد ياسين أحمد الكاتب والباحث في الشؤون الأفريقية، كما أرحب بسيد فاتح بن حمو مدير موقع شهاب بريس الإخباري ينضم إلي من الجزائر. لو بدأت معك سيد فاتح بن حمو، على ما تقوم المبادرة الجزائرية؟ ما هي أسسها؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المبادرة الجزائرية ترتكز على مبدأ التشاور والتحاور مع جميع الأطراف، وفي شقها الداخلي النيجيري وكذلك الإقليمي الساحل والدولي في إطار الأمم المتحدة، وهي تعتمد على 3 محاور من بينها نبذ العنف كوسيلة لوصول السلطة أو البقاء فيها، أو وكذلك العمل على إرجاع المسار الديمقراطي الدستوري في النيجر، وكذلك الشق الاقتصادي الذي ستختتم بهذه المبادرة بمؤتمر دولي بالجزائر برعاية الأمم المتحدة للتنمية في الساحل ومن بين دول الساحل النيجر. نعم. طيب سيد ياسين أحمد، إلى أي مدى تحظى مثل هذه المبادرة الجزائرية بدعم إقليمي ودولي، وهل لها فرص نجاح؟ أنا بتقديري المبادرة الجزائرية هي مبادرة حل وسط، وتحظى ستحظى يعني بدعم إقليمي ودولي، لأنه الآن موقف الجزائر منسجم مع الموقف الأمريكي، فهناك دعم أمريكي للموقف الجزائري، وهناك أيضا الجزائر بما لديها من حضور وقبول لدى الأفارقة وكدولة محورية في القارة الأفريقية، فإن المبادرة الجزائرية ستكون ربما الآن أفضل الحلول حتى الآن إذا المجلس العسكري تجاوب. حتى الآن على حسب علم أن هناك ليس أي تجاوب أو رد على المبادرة الجزائرية، لكن المبادرة الجزائرية الآن ربما الآن ردود الأفعال ستكون متباينة. هل يقبل أنصار الرئيس المعزول محمد بازوم بالفترة الانتقالية التي اقترحتها الجزائر 6 شهور، أم تعترض عليها أو تمديدها؟ ولكن المجلس العسكري ربما هذه 6 شهور قد تكون يعني ربما مقبولة، لأنه ستخوض أو ستفضي إلى تغيير قريب المدى، يعني على المدى القريب، وليس أنه كما اقترح المجلس العسكري لمدة 3 سنوات. فأنا أعتقد المجلس العسكري ربما قد يقوم بتسوية أو قد يتنازل عن مدة المرحلة الانتقالية، لكن الخلاف الكبير سيكون هو عن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة، أم اختيار شخص آخر لهذه المرحلة الانتقالية، أو قبول الرئيس المعين من قبل المجلس العسكري اللي هو يعني السيد الأمين الزين أو محمد الأمين الزين رئيس الوزراء الذي تم تعيينه من قبل المجلس العسكري. لكن حتى الآن لما نقارن بالتدخل العسكري والتهديدات من الإكواس ومن وراءها فرنسا بين المبادرة الجزائرية، نرى المبادرة الجزائرية أكثر يعني حكمة وأكثر دبلوماسية، وربما بما لديها الجزائر من نفوذ وعلاقات وحضور
في القارة الأفريقية. فأنا أعتقد أتمنى إنه المبادرة الجزائرية تجد قبولاً نعم. من قبل المجلس العسكري. طيب سيد فاتح بن حمو، يعني كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، يعني المبادرة الفرنسية تنص على تنحي الرئيس بازوم وأيضا تنحي العسكر وقيادة شخصية سياسية المرحلة الانتقالية، والعسكر طرحوا الفترة الانتقالية بثلاث سنوات، المبادرة تقول ستة أشهر، وبالتالي إلى أي مدى هناك فرص للتوافق؟ هل سيقبل العسكر مثلا؟ هل سيقبل الرئيس بازوم وفرنسا من ورائه وإكواس من ورائه بهذه الشروط أو النصوص؟ سيد فاتح السؤال. نعم تفضل. المبادرة تنص حقيقة على ستة أشهر، لكن في حديث وزير الخارجية الجزائري قال في نهاية الندوة الصحفية في تصريحات لوسائل الإعلام على جانب الندوة الصحفية، قال إذا توافق النيجيريون على مدة معينة فإن المبادرة مرنة وتستطيع أن تتقبل هذه الفترة إذا كانت ستفضي إلى رجوع المسار السياسي المسار الدستوري الذي كان من قبل بقيادة شخصية يتفق عليها داخل الإطار النيجيري برعاية إفريقية برعاية من دول الإكواس أو الاتحاد الإفريقي. فالمبادرة تبدو في مجملها مرنة، وقال وزير الخارجية كذلك أنه لديه أجندة لمجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين في وزارة الخارجية الفرنسية بعد أيام. فأظن أن المبادرة ستطرح على كافة القوى الفاعلة الرسمية، وأنا بدوري سألت وزير الخارجية ما إذا كان الجزائر ستتواصل مع القوى الغير رسمية، ورفض رفضاً قاطعاً أن الجزائر لن تتواصل إلا مع القوى الرسمية والدول والحكومات. ما المقصود بالجهات الرسمية؟ في حدود إجابة وزير الخارجية فيما يخص فرنسا، قال إذا أراد الرئيس أن يتواصل مع فرنسا بشكل على أعلى مستوى فهذا يرجع للرئيس. أما وزارة الخارجية فلديها برنامج لقاءات في بعد أيام مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، ومن بين الملفات التي ستناقش ملف ما يحدث في الملف النيجيري ملف النيجر. عندما نقول الجهات الرسمية نحن نقصد الحكومات وقيادات الجيوش في الدول التي يمكن أن تؤثر. لمعلوماتكم أن المبادرة الجزائرية جاءت بعد سلسلة من المشاورات أجراها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كل من نيجيريا وغانا والبنين كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية، جس من خلالها نبض هذه الدول باعتبارها دول وازنة في 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 الساحل الإفريقي، والتمس منهم أن الخيار العسكري ليس هو الخيار المحبب، كما أنه ليس هو الخيار الأول، وأن الأطر السياسية والإمكانيات الدبلوماسية هي المفضلة لديهم. شكرا لك سيد فاتح بن حمو مدير موقع شهاب بريس الإخباري، كنت معي من الجزائر. سيد ياسين أحمد، هل يمكن فهم هذه المبادرة الجزائرية على أنها بطريقة أو بأخرى جاءت كمبادرة أمريكية من الخلف أو بتوافق جزائري مع الولايات المتحدة للخروج من الوضع في النيجر؟ أستاذ زياد، أنا بتقديري أن المبادرة الجزائرية هي يعني جاءت بانطلاقة من الجزائر من الحكومة الجزائرية
لأن الجزائر أول الدول الأفريقية بحكم أنها يعني كدولة جارة إلى النيجر قامت وبادرت تقدمت وأبدت موقفها بعدم التدخل العسكري وإصرار، وهذا الإصرار حقيقة هو كمان كان غير المعادلة وأثر على الإكواس، وحتى بما أن الجزائر هي ليست عضوة في الإكواس لكنها دولة محورية وجارة، لأنه إذا حصل تدخل عسكري في النيجر ستكون رقعة الحرب ستشمل دول كثيرة وستطال أيضا الجزائر. فأنا أعتقد هذه المبادرة الجزائرية وجدت دعم من عدة دول إقليمية في غرب أفريقيا، وفي نفس الوقت رأينا أيضا التوافق الموقف الجزائري مع الأمريكي، بما أن هناك في تنافس أمريكي وفرنسي حول أفريقيا، فبالتالي كان الموقف الأمريكي، أمريكا هي التي دعت ورئيس الوزراء الخارجية للجزائر للتشاور في ما يتعلق الوضع. أنا لذلك سألتك هذا السؤال سيد ياسين، لأنه يعني اليوم حتى في الانقلاب في الجابون الموقف الأمريكي غائم كما كان في الموقف من الانقلاب في النيجر، والبعض يرى بأنه يعني هذه الانقلابات الولايات المتحدة ليست بعيدة عنها، تريد إخراج فرنسا من قارة أفريقيا لتكون هي الحاضر بقوة هناك، وبالتالي هذه مخارج ربما أمريكية بالتوافق مع بعض الدول، وهنا بالتوافق مع الجزائر ربما. نعم، التغاء المصالح كما أقول، التغاء المصالح الجزائرية والأمريكية أو توافق الموقف الجزائري والأمريكي كان مخرجا لهذه الأزمة، وهو الآن ما يجعل أن فرنسا الآن تعيش عزلة، لأنه مع الدعم الأمريكي للموقف الجزائري، فكان الموقف الأمريكي أكثر واقعية وأكثر دبلوماسية وأكثر حكمة، إن هو بالتعاون مع الدول الوازنة مثل الجزائر، فبالتالي أعتقد وجد ترحيب، فبالتالي الآن المبادرة الجزائرية لها بعد إقليمي وبعد دولي، وحتى داخل الدول الأوروبية هناك عدد من الدول الأوروبية تدعم المبادرة الجزائرية وتدعم الموقف الأمريكي لأنه أكثر عقلانية وأكثر حكمة. فبالتالي الآن لو رأينا موقف الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي اكتفى بتعليق عضوية النيجر، فموقف الاتحاد الأفريقي لم يكن أيضا موقفا صارما حتى يعطي فرصة للبعد الدبلوماسي. فأنا أعتقد المبادرة الجزائرية هي أكثر مبادرات ربما ستجد يعني قبولا إذا حصل هناك نوع من التسوية، وكما قال ضيفك يعني الجزائري ضيفك الكريم من الجزائر، ربما أن هناك في مرونة في المبادرة الجزائرية بعد الاستماع وبعد الاستماع لرد المجلس العسكري، قد تكون هناك أيضا تطوير للمبادرة الجزائرية حتى تكون أيضا متفق عليها من قبل المجلس العسكري ومن قبل الجزائر. شكرا لك سيد ياسين أحمد الكاتب والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك معنا.